اتفضلوا. ايه ده يا هاني؟ ده بتاعك انتي وعمتك. ايوه، بتاع ايه يعني؟ ده عشان تبدأوا مشروع صغير كده يأمن لكم مصاريفكم وحياتكم، عشان ما تبقوش محتاجين لحد. وعلى فكرة الشقة دي واحدة من ضمن 5 شقق فاضيين بنأجرهم، وأنا حتى ما حسيتش بيكوا لما أنتوا جيتوا هنا، يعني نورتونا، مش فارقة معانا خالص. ربنا يكرمك يا ست الكل يا رب ويسعدك. استنى، انتي عمتي يعني؟ حضرتك يمكن ما تعرفيناش او ما شفتناش الا مره واحده لما جيتي شقرتي علينا يعني اول ما سكنا، وكل اللي تعرفيه عننا اللي بيقوله لك ايمن بيه. بس انتوا بصراحه عملتوا معانا كتير، يعني كتر الف خيركم. ايه بقى لازمه الشيك ده؟ ذكي، وانا احب البنت الذكيه قوي. اللي شفته من الدنيا يا هاني بيعلم من الحجر. بصي يا حبيبتي، ايمن ده ابني، عارفاه كويس قوي، عجناه وخبزاه، وقلبي حاسس كده ممكن يروح معاكي لحد فين. وبتهيالي انت مش ممكن تورطيه معاكي في حاجه تضايقني او تخليني اغضب عليكي طول عمري، مش كده ولا ايه؟ فلازم ترفضي. ارفض ايه يا هاني؟ لما ايمن يجي يطلب ايدك ترفضيه؟ يا حب الشوم يا ست هانم، لما ايمن بيه بجلاله قدره وبرجولته وهيبته واخلاقه يطلب مني ايد رباب، هقول له لا؟ ده كانت الكلمه تتحشف في زوره تقنقني وتجيب اجل واجل اللي خلفوني، ولا عمرها تطلع في وش ايمن بيه. اتهدي انت دلوقتي يا عمتي. ده ايمن بيه. سايق عليكي النبي تسكتي انت دلوقتي يا عمتي. بقول لحضرتك ايه؟ حضرتك ما تعرفيناش كويس، احنا اغلب من الغلب، ابعد ما خيالك ممكن يجيه. بس انا بعيدا عن الغلابه دول كلهم، انا مختلفه. انا كرامتي عندي غاليه ونفسي عزيزه. انا عايزه اطمن حضرتك واوعدك ان انا عمري ما هقبل بايمن بيه الا وانتي مباركه وراضيه وفرحانه. ده وعد مني، وده شحك عشق حضرتك. ميرسي. سلام عليكم. نورتي يا هاني. استغفر الله العظيم من كل ذنب. ها يا حبيبتي، ايه رايك فيهم؟ حلوين قوي يا ايمن. انت اللي هتخليهم حلوين. هو انا عايشه بجد ولا هفوق بعد شويه؟ حبيبتي دي حاجة أنت اللي تحدديها. يعني إيه؟ بص يا ستي، اللي عايز يصدق الحاجات الحلوة هتحصل له بجد، اللي مش عايز يصدق بقى بتفضل طول عمرها خيال وتروح. أنت عايزاها بقى بجد ولا خيال؟ بالذمة ده سؤال تسأله لواحدة زيي؟ أنت مفيش واحدة زيك يا رباب. عايزك بقى تقيسيهم كلهم وتطمنيني، عشان لو في أي حاجة في المقاس نلحق نرجعها. حاضر. يا أيمن. حاضر يا أيمن. كله خيال. ها؟ اتفضلي اهو، مرضية يا بنتي احسان. وده ايه ده بقى يا معلم؟ حق امي؟ لا طبعا مش حق امك، دي حاجة كده هبة عشان معزتها في قلبي.
هننزل السلالم بقى. اوكي. اها. بقى لنا 10 سنين ساكنين هنا ومش عارفه انهم 5 سلالم. اتفضلي. خلاص. قدامنا خطوتين ثلاثة بس. مش أكتر من كده. ياه. واو. إيه ده يا أدهم؟ وكمان كمان؟ كنت عايز أجيب لك أوركسترا فاير سيمفوني كله، بس رحت الأوبرا ما كنتش غيره. أنت عارف يا حبيبي إمتى آخر مرة قضينا وقت زي ده مع بعض؟ أنت عارفة؟ طبعًا. إمتى بقى؟ تاني ليلة عيد جواز لينا. يا من زمان. أوي. مش عايزك تزعلي. حبيبي أنا عمري ما زعل منك. أنا زعلانة عليك. يا أدهم أنا خايفة عليك حتى من نفسك. إيه اللي بيخليك تقولي كده؟ مش عارفة. إحساسي. ممكن إحساسك بقى كده على جنب ونعيش اللحظة الجميلة دي اللي بعملنا زي من زمان أوي. حبيبي أموري يا روح. أنا نفسي أعرف أنت إيه اللي مخبي. اهلا وسهلا. انت حضرتك تعرفيني ولا حاجه؟ يعني ممكن نتعرف؟ يعني انا المقدم ايمن، نائب مامور اسبلوس الفريق الفدم. احنا ممكن نتعرف؟ اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ايه الرعب اللي انا شايفه ده؟ انا فعلا معايا احلى بنت بره مصر كله ولا ايه؟ ربنا يخليك ايمن بيه. ايه حكاية ايمن بيه دي؟ ده انت هرياني في التليفون ايمن بيه ايمن بيه ايمن ايه؟ المقامات محفوظة يا ايمن بيه. يا رباب فاهميني في ايه؟ عزة هانم زوزو؟ مالها؟
شرفتنا النهارده بزياره. يا رباب، حد يزعل من زوزو؟ دي زوزو يا عبيط. الله يسامحك يا زوزو. دكتور سمر عندنا؟ ايه المفاجأة السعيدة دي؟ ازيك يا علياء؟ ازيك انت؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. أنا قلت أجي أشوفك قبل يوم الجمعة إن شاء الله. إشمعنى قبل يوم الجمعة؟ يعني نتكلم بجد؟ يلا. أنا رايح أقابل باباكي الباشا الكبير يوم الجمعة إن شاء الله، والموضوع قلب بجد. ليه، هو كان قبل كده هزار؟ لا طبعًا ما كانش هزار، بس أنا جاي أتأكد إنك عايزة تتجوزيني فعلًا، وإن كل الخوف والقلق اللي جواكي هيروح، أو على الأقل هتبقي مقتنعة. سمر أكيد أنا مقتنعة. ليه ما كنتش خليتك تقابل بابا؟ طيب انت عاوز تتاكد من ايه بالظبط؟ انا بحبك وده اللي انا متاكد منه، وجي الوقت ان انا اسمعها منك اكيد. علياء خلي بالك، قرايه الفاتحه دي زي كتب الكتاب، يعني ارتباط رسمي. انت بتضحك عليا يا ايمن؟ بتبلفني؟ ليه فهمها كده يا ماما؟ وانت عايزني افهمها ازاي؟ تفتكر يعني كان ينفع اجي اقول لك الكلام ده الا لما اتاكد 100% ان رباب تنفع تبقى مراتي؟ يعني انت طلعت لي القطط الفطسانه في كل بنات الناس اللي انا جبتهم لك دول، عشان في الاخر تجيب لي دي؟ دي يا ايمن؟ بسم الله ما شاء الله، نفسي افهم ايه اللي فيها يملى العين يعني. لا حسب ولا نسب ولا مال ولا اهل ولا عيله ولا حتى سمعه يا ايمن. جايب لي واحدة كل الرجالة اللي عرفوها طمعوا فيها، وعايزها تبقى أم حفيدي أنا يا أيمن. حرام عليك يا أيمن، أنا فوخي سخن مني هيولع. رد عليا. أما ما أنا قلت لك دي ملهاش ذنب. وأنت ذنبك إيه؟ ذنبي إيه؟ أقول لك الست دي مظلومة، مظلومة حتى في شكلها. طب وإحنا ذنبنا إيه نستحمل كده؟ يا ابني ده لا جواز ولا حب، ده اسمه عم. ده أنا أقل واحدة في البنات اللي جبتهم لك تسوى 100,000 واحدة من عينتها. هو أنت إيه، طالب في إعدادي هعلمك يا أيمن؟ بس مفيش واحدة فيهم تقدر تقف في وش القبض زي رباب. رباب دي اللي هتقف في ظهري يا ماما، وهتحافظ عليا وعلى نفسها. وهي بسم الله ما شاء الله حافظت. إيه يا ماما ده؟ عشان اتخطفت؟ واتخدرت؟ أنا كنت متخيل إنك أنت هتشفقي عليها، حن عليها، مش تكلمي عنها بالطريقه دي. يا حبيبي اشفق عليها وتصعب عليا، والدنيا مليانه ناس تصعب على الكافر. ممكن تصعب عليا الشغاله، ممكن يصعب عليا البواب الكناس اللي في الشارع، بس لما اجي اجوز ابني مش هجوزه واحده من دول. ماما لا، رب انسانه اتولدت في ظروف غلط، بس دي مشكلتها. واضح انها قلعان منهم كلهم، عرفت تتويج تحت بطن تستغل طبتك وسذاجتك. لا 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 لا، من الناحية دي اطمني، رباب ما يجيش في دماغها من أساسه إن ممكن أكلمك في الموضوع ده. يا حبيبي هي مش محتاجة إن يجي في دماغها، هي بتعرف ترمي الطعم كويس قوي، وتعرف كمان هيصطاد إيه. أنا مش فاهمك يا ماما بصراحة، أنت إزاي متأكدة من كل اتهاماتك دي مع إنك ما شفتهاش غير مرة واحدة ومش أكتر من 5 دقايق؟ أنا مش فاهمة يا أيمن، أنت ليه فاكرني ساذجة قوي كده؟ يا ابني ده أنا ست، وافهم كويس قوي قوي الست اللي قدامي من سلامها كده. واضح يا ماما انك انت نسيت ان انا ظابط، واقدر اعرف الظالم من المظلوم من نظره عينه. ده غير بقى التحريات والمخبرين ومتابعه التحقيقات، يعني عندي كل الامكانيات اللي تخليني اعرف الحقيقه وبسهوله. اذا كانت يعني رباب شريفه وانسانه عظيمه انا ما اقلش عنها، لانها تربيه واحده عظيمه زيك. عارف يا ايمن، ممكن تكون البنت دي مظلومة بجد وملهاش يد في اللي حصل لها ده، وممكن كمان تكون هي أحسن واحدة تحافظ عليك، بس مش هي دي البنت اللي نفسي تبقى مرات ابني. أنا نفسي البنت اللي هخطبها لابني أخدها في إيدي كده وأخرج بيها قدام الناس كلها من غير ما أبقى مكسوفة من بصته. تعرف يا أيمن، أنا نفسي أعمل لك فرح كبير قوي قوي،
واعزم فيه اهلي واهل باباك علشان اوري لهم ان انا قدرت فعلا احافظ على الامانه اللي هو سابها لي، وافتخر قدامهم كده بمرات ابني. نفسي لما تخلف ابن جميل ابقى مفتخره كده بمامته وسعيده بيها وهي قاعده بتذاكر له بتحفظه الحساب والانجليش والعربي. نفسي يا ايمن اخد مرات ابني وحفيدي ونروح النادي، اخده هناك يتفسح وسط اصحابنا وحبايبنا من غير ما ابقى مكسوفه ولا قلقانه من نظره الناس ليها او ليا او ليك. على فكره يا ايمن الجواز يا ابني مش حب بس، لا الجواز بيبقى مبني على القديم على السمعه. هي مش هتبقى مراتك بس يا ايمن، دي هتبقى ام ابنك. اختار صح. خلاص كلامي تمام؟ اسمعيني بقى وما تقاطعنيش. قول. اسمعيني للاخر. انا قبل ما اعرف رباب ما كنتش متخيل اني هتجوز بالطريقه دي ابدا. كان كل احلامي اتجوز بطريقه مدام نبيله. وعايز اقول لك الحقيقه بقى، كل اللي عرضتهم عليا مدام نبيله حلوين جدا ويشرفوا قوي. بعد ما قابلت رباب وقفت معاها في مشكلتها اتغيرت معايير الحب والجواز بالنسبه لي تماما. لو اي واحده ماما حصل لها اللي حصل لرباب ده عادي جدا هتكفى على الخبر مجهول كان ما حصلش حاجه. وبكده بقى هتخدع اول راجل تقابله في حياتها. وانت عارفه الحقيقه البنات الايام دي سهله قوي. لكن شجاعه رباب في انها تواجه، انها توقف وتقول لا، ده يخليها في مقام اشرف بنت عبد. لانها بكده بترضي ربنا. غش ولا خداع. اطمن يا ست اللواء. او لو حضرتك تسمح لي اقول لحضرتك يا عمي. علياء زي حنان واكتر يمكن دلوقتي. اطمن ان هي في عينيا طول حياتي وحافظ عليها ان شاء الله. بص يا ابني، انا مش هكلم معاك كتير في الحكايه دي. انا في البدايه وفي النهايه يهمني راحت بنتي، وبنتي مصره عليك، وانا الحقيقه كنت متحفظ عليك كتير قوي قوي قوي. لكن بعد مقابلتك مع عمر وعمر قال لي ايه اللي دار بينكم ابتديت اطمن لك شويه. عايز اقول لك ان مشاعر الاب والام لما بيجي حد يتقدم لبنتهم تبقى مشاعر شديدة الخصوصية والواحد ما يقدرش يترجمها كده. لكن لما هتكبر إن شاء الله وتبقى في مطرحي هتعرف أهمية اللي أنا بقوله لك. بس اللي بطلبه منك من دلوقتي إنك تبص لها زي ما بتبص لأختك بالظبط، فاهمني؟ معزتها تبقى زي معزة أهل بيتك. مش هوصيك، لأن لو حصل أي تقصير منك في الحكاية دي الحقيقة أنا مش هضمن نفسي. توعدني؟ أوعد. يلا مبروك يا ابني وربنا يتمم بخير ان شاء الله. ها نقرا الفاتحه بقى. طيب نقرا الفاتحه. يا حي يا قيوم. بسم الله. كل شغل شغل بقى يا زوزانتي. جم معليش طار معليش طار. خلاص بقيت حر حر. طب الجزمة جزمة. أنا خايف على الجزمة. أنا خايف على الجزمة. قلبي جمدتنا جمدتنا. معليش طار معليش طار معليش طار. ميزو ميزو. كل سعادتك طلبته يا باشا هتلاقيه موجود هنا. اعتراف فعلا يا سالك؟ وكامل يا باشا. تمام. طب يا باشا هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هدي الادله دي للجهات المختصه، واول ما اسلمها لهم هكلمك على طول عشان تبلغي المحامي بتاعك يبدا في اجراءات الطعن. طب وامريكان؟ يا ميرفت انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ انا ما اقصدش يا باشا، معاش ولا كان اللي يقول كده، بس انا امي متبهدله. بقول لك ايه يا ميرفت؟ انت
كانت امك شريكه مع امريكاني في شغل المخدرات وانت عارفه كده كويس. يعني لو جت على الحق والعدل يبقى امك تستاهل نفس اللي يستاهله امريكاني بالظبط. حتى لو لخصناها على التستر وبس. ودي برضه جريمه. وهي احسن. بس انا امي تابت والله. ده بينها وبين ربنا بقى يا ميرفت. وانا اللي عليا هعمله زي ما وعدتك. هنمشي ورا الموضوع بالقانون وبالقرائن الجديده لحد ما نخفف عليها الحكم على قد ما نقدر. الله يبارك لك. طب يا باشا انا عليا حاجه تاني؟ هو في طبعا. بس انا مش هقدرك يا سالك. اللي عملته اشفع لك. ربنا يكرمك يا باشا. زوزو سندريلا سندريلا. ايه يا ايمن. صباح الخير. ايه الكسل ده؟ النهارده نايمين ولا ايه؟ ايمن ايه الساعة كام؟ 9:30 يا هانا. يا نهار ابيض ليه؟ ازاي تسيبني نايمة كل ده يا ايمن؟ هو المنبه ما ضربش ولا ايه؟ لا ضرب، انت بس كنت محتاجة تنامي. يلا بقى عشان نفطر قبل ما انزل. طيب هقوم احضر لك الفطار حالا. الفطار جاهز يا زوزو، الفطار جاهز. بابا بابا لا الموضوع ده مش هيتكرر كتير، ما تاخديش على كده يا زوزو. ايه يا ايمن؟ مش كده يا ايمن، انا اقوم احضر لروحي فطار بنفسي يعني، مش مشكله يعني. طب جامليني. ماشي يا عم. امسكي كده قولي لي بقى اذا كان هيحتاج سكر ولا لا. نسكافيه كمان، ايه الجمال ده؟ شغل ايديك يا معلم. لا مظبوط تمام. ايه اعمل لك فلامنك؟ لا قريش. حاضر. بس تجيب شوكة يا زوزو. بص يا زوزو مفيش احسن من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت بقى ده الفرق بيني وبينك في تحضير الفطار. طبعا يا زوزو، هو انا اجي فيك يا حاجه؟ ما تقول لي انت عايز ايه من الاخر يا عين. دوق ماما طلع زي ابوكي بالظبط الله يرحمه. حبيب قلبي يا عيني. يا حبيبي انت الاصدار بتاعي، كتالوجك معايا يا ايمن، انا اللي كاتباه بايدي. سلام عليك يا زوزو. سلام. عايز ايه يا ايمن؟ قلبي جامد يعني اخش في الموضوع على طول؟ خش في الموضوع. ايه اللي وداكي عند رباب؟ طب ما انت عرفت اهو. عاوز ايه يعني؟ عايزك تبارك الموضوع بقى يا زوزو بقى. اباركه ازاي وانا مش مبسوطه يا ايمن؟ زوزو انت مش دايما تقولي لي يهمني انك انت تبقى مبسوط؟ صدقيني انا مع رباب هبقى مبسوط. يا حبيبي ما فيش ام في الدنيا ما تحبش ابنها يبقى مبسوط. بس انا مش عارفه اتبسط ازاي يا حبيبي، ازاي البنت دي هتاخدها وهي في حاجات كتيره جدا ناقصاها، هتتعلمها ازاي وامتى دي؟ بص يا زوزو اسمعيني والنبي، شيلي حسبه الناس دي خالص من دماغك. الله، ايه اللي ناقصها يعني؟ شويه لبس، طريقه كلام تتعلمهم، بقى رباب مش هتعرف تعمل الحاجات دي؟ يا ايمن انا مش متخيله ان البنت دي هي واهلها يجوا يحضروا فرحك قدام اهلك وخلانك، ازاي يا حبيبي؟ انا عايزك تهدي خالص. اطمنك طيب، مقطوعه من شجره ملهاش غير عمتها بس. يا سلام. والله. طب والجيران والحبايب والاصحاب والناس اللي حواليهم في الحته بتاعتهم دي؟ حبيبه قلبي اضمن لك ان مفيش مخلوق هيحضر الفرح. لازم تثق فيا، انا هخلي كله يتبسط في مكانه. خلاص بقى زوزو بقى. خلاص زوزو بقى نعيط بقى. والنبي يا زوزو. والنبي يا زوزو يا حلو انت. والنبي يا زوزو جميل. خلاص يا ولا خلاص. جو يلا روح هاف فن. هاف فن احلى ام. ربنا يخليك لي يا ام. دي حلاب. والله ما حصل. ده ابنك غلبان. حاضر يا سامر جايه هو؟ جايه على طول والله. لا بقول لك ايه، احنا رايحين نشتري شبكه مش رايحين نتعذب. طيب خلاص يلا انا هاجي. يلا مش هتاخر. بقى. بصي بقى قبل ما تقولي اي حاجه، انا بقالي طول الفتره اللي فاتت دي بحاول اقنع نفسي اني ما اجيلكيش. ادي واحد ما خدعنيش وما كدبش عليا وما اقدرش اعمل فيه اللي انت بتعمله فيا. ما اقدرش.
ايه يا رباب؟ ايه اخذت التكشيرة دي؟ والله انا ما مكشرها ايمن بيه، بس انا بصراحة صعبت عليا نفسي الوقت اللي انت بتعمل كل ده عشان خاطري. لما خرجت معاك امبارح فجأة كده وسط الكلام افتكرت الكومي وابنه، وافتكرت الشريط والتسجيل واللي نزل على النت، بقيتش عارفة اعمل ايه. خفت لا اضحك، وفي نفس الوقت حسيت ان الست الوالدة يعني معاها حق، يا ايمن بين الناس ليها الظهر. طب يا رباب، اللي يقولك ان العنت ده كله اتشال، ما بقاش فيه اي اثر ليه، وما فيش مخلوق يقدر يتفرج عليه. انت بتقول ايه يا ايمن بيه؟ انت بتتكلم جد؟ يعني الحاجات دي فيها هزار يا رباب؟ والله انا ما عارفه اقول لك ايه، اكيد الموضوع ده غرمك كتير قوي. مفيش حاجه تغلى عليك يا ابني يا رباب، ربنا يعوض عليك. انت بتتكلم صحيح يا ايمن بيه؟ انت بتتسلطي علينا يا عمتي؟ في عيب التنتجار اي الله، ما تهدي شويه بقى. خليك معانا، معايا انا ايمن بيه، الله يبارك لك. انا معاك يا استاذ سامي. هو صحيح يا ايمن بيه البتاع ده، التصويره الشريط اللي اتحط على الانترنت ده هيتشال، ما حدش هيشوفه من الناس تاني؟ صح، خلاص انتهينا ست سامي، مفيش مخلوق هيتفرج عليه. يا كرمك يا رب، يا كرمك يا رب. ايمن بيه قسما بالله لو قلتي ايمن بيه دي تاني لا اكون ايمن بيه. ايمن بيه ايه بقى؟ ايمن بيه زهقتيني يا رباب والله. شكلك عايزه تفرحي تاني، هديكي خبر احلى. زوزو يا ستي اخيرا قررت تبقى حماتك، عافت عننا احنا الاثنين. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. بص انا ما تمسكنيش، انا حاسه زغرط، سيبني براحتي، انا ممكن ازغرط. وده وش حد عايز زغرط؟ انت كده هتعيطي. زغرط زغرط يا احسن. اتفضل يا علي. ميرسي حبيبتي، عشان خاطر بقى خلاص رواق. عارفه يا عليا، انا اول مره احس ان انا مش قادره اقولك حاجه تريحك. انا مش عارفه افكر، مش عارفه. طب انتي متاكده انه سامر ما حسش باي حاجه وانتي معاه؟ لا، ما انا قلتلك انه حس، انا قلت له ان عندي مشكله في الشغل. مصدقك؟ انضف واجمل حاجه في سامر انه عمره ما بيكذب حد الا اذا شافه او سمعه بنفسه. زياره كامل النهارده دي حسستني احساس بشع وانا مع سامر. ايه؟ احساس بشع؟ بشع قوي كمان. حسيت اني جبانه وخايفه وكذابه. حسيت انه احسن مني مليون مره. يا رب يا رب، انا كارهه نفسي وكارهه كامل وكارهه اليوم ده كله من اوله. خلاص خلاص بقى يا عليا، ما تقعديش تحملي نفسك كل الكلام ده، هو موقف وعدى. وبعدين انت كده كده واخده القرار، يعني زياره كامل دي كانها ما حصلتش من اساسه. بس هي حصلت. يوه يا عليا، خلاص موقف وعدى، وبعدين ده مش هياثر على العلاقه بتاعتكم. لو كانت دي الحقيقة ما كنتش زماني حاسة كده. يعني ايه يا علي؟ انا مش فاهماكي. لا يا فريدة، انت فاهماني كويس. بتقصدي ايه بالظبط؟ انا حاسة اني رجعت زي الاول قبل ما اعرفهم هما الاتنين. ايه؟ أنا معرفوش. حاسس بحاجة. إيه اللي بتعمله؟ فاكر إيه يعني؟ عمر سلطان يا
يعود الى منزل القديم. لازم تشريف يا عم. انا وديت تخليه يعني. اقل من اجرك يا عم. السلام عليكم. اسلام. ازيك يا اسلام؟ عامل ايه؟ السلام بركيه. وحشتوني والله. ايش يا سلام؟ الله يسلمك. مين ايه؟ كله تمام؟ لا يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ مع السلامة. ايه اخبارك؟ كله تمام؟ حبيبك يا حميسة. ربنا يخليك يا باشا. لك واحسن عم سعد. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا. العيال تمام؟ الحمد لله يا باشا. ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبي. ربنا يبارك لك حبيبي. عمر باشا. بلال باشا. ايه الانوار دي؟ باشا. اتفضل يا باشا مكتبك يا باشا. ربنا يخليك يا باشا. يا باشا ما يصحش مكتبك يا باشا. يا باشا انا جاي اسلم عليكم وابارك بس. ربنا يقدركم يا باشا. تسلم يا باشا. امر يا باشا. ماشي يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. امرك يا باشا. امرك. انا وحش. يلا بينا. عملتها مع الامريكان يا ابن سلطان. الله عادي بقى. انت كمان عملتها مع الكوم يا جامد. الحمد لله. ربنا يستر علينا. الحمد لله. يا وحشني الاسم يا جدع. الحمد لله يا رب. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. أحمدك يا رب إنك جبرت بخاطري. أحمدك يا رب إنك نظرتني. أحمدك يا رب إنك وقفت لي ولاد الحلال. ألف حمد وشكر ليك يا رب إنك بعت لي واحد زي أيمن. نصرتني وأنا مظلومة يا رب. أحمدك وأشكر فضلك يا رب على كل نعمة. يا عظيم يا كريم يا أرحم الراحمين. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. يا رباب يا رباب شحيلي يا اختي. الجيران زمانهم على وصول والمنجد عايز كام حصير يفرش عليهم القطن. يا بنت خلصي يا بنت يا اختي.
مبسوطة يا مرفت؟ ربنا يخليك ليا. نفسك في ايه؟ نفسي في بيت ويبقى بتاعي بس كده. وانت يعني جيتي في جمل؟ من بكره الصبح هنزل ادور لك على اجدعها بيت في اجدعها منطقه وهشتريهولك. تشتريهولي؟ طبعا. بطل استهبال بقى يا سالك. انا معايا فلوس. خلي القرشين اللي معاك دول وفكر تشغلهم ازاي بدل ما انت عايز كده تبعزقهم في الهوا. يا سلام، هو اللي عايز يعني يشتري شقه لمراته بحر ماله يبقى بيبعزق؟ بحب ايه يعني؟ بحبك وعايز اتجوزك فيها ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ امال بهزر؟ بحبك ونفسي اعيش معاكي، اصطبح بوشك الحلو ده كل طلعت شمس. كل ده بقى يحصل ازاي غير بالجواز؟ انت متاكد يا سيرك؟ طبعا يا مرفت، نفسي في بيت بقى وعيال ونعيش عيشه نظيفه. انت احسن حد ممكن اي واحده تتمناه في الدنيا دي كلها. انا بحبك قوي. الانفجار اللي انت فيه ده مش منطقي ابدا. يا بيبي حاولي تفكري شويه بعقلك مش بقلبك. ازاي بقى يا عليا؟ انت عاوزاني اقتنع ان هو سافر عشان اتخض على مجرم اللي في يوم من الايام سابني وساب الدنيا دي كلها عشان يلحق ويخلص منه؟ طب اهدي بس، لا انا ولا انت نعرف اي تفاصيل غير اللي هو قالها لنا، وانت اكتر واحده عارفه انه عمر ما بيحبش يدخل حد في تفاصيل شغله. الموضوع ده مش محتاج تفاصيل. هو سافر عشان يروح لها. يا مندي. ايه؟ انت عاوزه تقنعيني ان انت مش عارفاها؟ مريم طبعا. الا ده انت ضربتي. والنبي يا عليا بلاش تكلميني بالطريقه دي. الظاهر ان انا لازم افكر بطريقه تانية واشوف الدنيا دي بزوايا تانية غير الزوايا اللي انا كنت بشوفها قبل كده. هقولها لك تالت ورابع وعاشر، عمر بيحبك ومش هيحب واحده تانية غيري، وكلنا عارفين كده كويس، وانت المفروض ما تفكريش غير في ده. يا بنتي والله العظيم اخويا وانا عارفاه. مؤخرا مش فايقين لبعض وما بنتعاملش مع بعض كتير، بس انا اكتر واحده حاساه حتى لما بقف في وشه. هو قال لك راجع امتى؟ قال لي ان هو هيرجع بكره. والله العظيم انت هتشليني. يعني الواد هيشحت في نفسه ويضرب المشوار ده كله علشان وحشته ويرجع بكره؟ يا شيخ المفتري عليه ربنا. امال راح ليه؟ سألت عليكي في التقفيص قالوا لي ان انت ما بتجيش. ما انا بقالي كتير ما بروحش. سليم قال لي مشغوله في الماسترز وبعدين هروح اسوان الاسبوع الجاي. ايه؟ عرفت ان في قبائل هناك فعايزه اروح اشتغل عليها. طيب قولي لي، طيب قبل ما تسافري عشان اعرف ناس هناك ممكن يظبطوا لك الحياه من غير ما تتعبي. ما تقلقش عليا يا عمر. هو انت ايه اللي جابك؟ فاكر يا عمر لما قلت لك ان باب قلبك انت سايبه مفتوح بس المساحه مليانه؟ انت لازم ترجع تقفله تاني عشان انت مش هتعرف تخليها تفضل. واللي مليها تستاهله وانت كمان تستاهلها. انا عارفه ان انت مش هتعرف تنسيني، بس اوعى تيجي على احساسها لما تحس ان انت بتفتكر. وما تخافش عليا يا عمر، انا عايشه بمنطق ان الحياه ما بتقفش على حد، لكن انت وهي لا، عشان انت بتحبها بجد. والحب اللي بجد ما بيجيش بسهوله كل يوم، خصوصا لما بيكون مع الشخص الصح.
خلي بالك على نفسك يا عمر، ربنا يوفقك. ألو، مكشرة ليه؟ عادي يا عمر، وبعدين انت عرفت منين ان انا مكشرة؟ صوتي كافش. مش هتفرق. على فكرة انا جيت من سينا النهاردة. طب كويس، الحمد لله على سلامتك. يا ساتر. ايه؟ هو انت مش هتبطل؟ طب ولو ما بطلتش؟ إن ما بطلتش هتضايق أكتر. بريء والله. بريء إيه يا عمر؟ هو أنا اتهمتك بحاجة عشان تقولي بريء؟ إلا إذا كان أنت عارف حاجة وأنا مش عارفاها. لا يا شيخ. أمال الكلام اللي أنت قلتي لي عليه إمبارح ده كان إيه؟ ياه. الظاهر يا عمر إن مبقاش ينفع أقول أي حاجة لأي حد ويكتم سرها. ويعني حد يعني؟ اهو بقى وخلاص يا عمر. سيبك انتي، اللي انتي لابسه النهارده ده تحفه. ايه اللي انا لابساه؟ انت شفت اللبس فين يا عمر؟ لايق على المناسبه اللي احنا فيها. لايق على المناسبه؟ عمر انت فين يا عمر؟ أنا مش قلت لك قبل كده إن أي حاجة عاوزاها فتاة أحلامي لازم هتبقى فيكي؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ موافقة ولا لأ؟ موافقة طبعاً. مبروك يا حبيبي، مبروك يا حبيبي، مبروك يا حبيبي، مبروك يا حبيبي، مبروك الله يبارك يا جماعة، مبروك يا رن، مالك يا لولو، يا حضرة الضابط، يا حضرة الضابط، أمر أبوك عايز يبقى جد نفس وادي خالص عندك. نتصور نتصور يا جماعه، نتصور نتصور زوجي، نتصور يلا. الف مبروك يا حبيبي. يلا يلا. عايز عليك يا عايز عليك. يلا يلا.